يشهد نادي بوخا حراكا مستمرا وحركة دؤوبة بين أروقته في مختلف المجالات لتلبية احتياجات أبناء الولاية في مختلف هواياتهم وميولهم الرياضية والثقافية والاجتماعية. ويأتي تنظيم بطولة بوخا الثانية للألعاب الترفيهية التنافسية استكمالا وتأكيدا على النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى منها في العام الماضي. جمعت مختلف الجاليات ومختلف الأعمار، وفي كانت أكثر من ألعاب من مشاركين فيها، والحمد لله شاركتنا في لعبة الكيرم ولعبة البيفوت وحصلت على المركز الأول، والحمد لله على الفوز. ونشكر مرة ثانية نادي بوخا وجميع القائمين على هذه البطولة، ونتمنى إن شاء الله تتكرر أعوام أخرى إن شاء الله. البطولة التي شهدت تنوعا في الألعاب المدرجة فيها، حيث شملت ألعابا رياضية بدنية كتنس الطاولة وأخرى ذهنية كالشطرنج، كما تواجدت الألعاب الترفيهية والإلكترونية وألعابا شعبية قديمة جذبت إليها أعدادا كبيرة من أبناء الولاية والمقيمين فيها. ولم تقتصر المشاركة على مراحل سنية محددة، بل شهدت البطولة تواجد مختلف الأعمار ومن مختلف الجاليات من دول عربية وآسيوية. شهدنا كجاليات مقيمة في ولاية بوخا النسخة الأولى من البطولة، وما يميز هذه النسخة الثانية من بطولة الألعاب الترفيهية يمكن زيادة عدد المشاركين بها في نسختها الثانية، إضافة إلى ذلك التنظيم الرائع الذي خرجت به البطولة، يمكن في كافة المناشط التي يعني شارك فيها عدد كبير جدا من المقيمين والمواطنين في ولاية بوخا ومن ولاية خصب. أجندة النادي هذا العام ستشهد استمرارا لعدد من الفعاليات السنوية الرياضية والاجتماعية، وسيتم إضافة عدد من الفعاليات التي جاءت من الاقتراحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي من خلال الاجتماع الأخير لها. يواصل نادي بوخا استيعاب كافة شرائح المجتمع وجميع أطيافه من خلال تنظيم العديد من المنافسات والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية. من ولاية بوخا محافظة مسندم، نجم بن عبد الله.